قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم جميعا سلام الله. السلام على الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن كرامتهم وعزتهم، وعن رمز من رموز التشيع سماحة الشيخ عيسى قاسم. السلام على الشهداء الذين سقطوا في العوامية دفاعا عن حقوقهم وعن كرامتهم، ودفاعا عن الأبرياء الذين مورس في حقهم ظلم كثير طوال سنين عهد آل سعود. السلام على جميع الجرحى الذين سقطوا دفاعا عن تلك القيم والمبادئ. السلام على عوائل الشهداء الذين صبروا وتحملوا، نسأل الله لهم الصبر والثبات والاستقامة على هذا النهج. السلام على الجرحى، والسلام على المعتقلين الموجودين في سجون الظالمين، سجون آل خليفة وآل سعود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يثيبهم. السلام على الأخوة الحضور، عظم الله لهم ولنا جميعا الأجر والثواب. هذا ما تعلمناه من مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، هكذا تربينا وهكذا كبرنا على شعارات زرعت في قلوبنا، كما قال سماحة الشيخ: شعار هيهات من الذلة هو شعار مزروع متأصل في أعماق قلوبنا، لن نقبل الذل ولن نقبل الهوان، سنبقى صامدون ثابتون رغم كل الظلم، رغم كل القتل، رغم كل العذاب والمعاناة التي يعانيها شعبنا في الحجاز وفي القطيف وفي الأحساء وفي العوامية بالخصوص، وكذلك شعب البحرين الصامد الذي استمر بثورته وصموده 6 سنوات وما زال يتحدى كل أساليب الظلم والجور الذي يقدم عليها آل خليفة. أنا استفتحت بهذه الآية الشريفة لأثبت أن التجارة مع الله هي تجارة رابحة لا خسارة فيها ولا ندم. وهؤلاء الشهداء الذين سقطوا في أرض الدفاع عن سماحة الشيخ وفي المواقف الأخرى وفي العوامية، هؤلاء الشهداء تاجروا مع الله سبحانه وتعالى. هذه التجارة هي التي دفعتهم أن يتخلوا عن كل ملذات الدنيا وزينتها في سبيل حفظ مقدساتهم، في سبيل الحفاظ على تلك القيم وعلى تلك المبادئ. هذه التجارة هي التي جعلت أرواحهم حرة طليقة متحررة من كل القيود، فلهذا وضعوها على أكفهم وقدموها بكل عشق ومحبة للقاء الله، وليس رغما عن أنفهم. هم طلبوا هذا العنوان، هم طلبوا هذه الشهادة، هم طلبوا هذا العنفوان، هذا الصمود وهذا الثبات، فلهذا يحقهم تلك المواقف. نحن نفتخر بهم ونعتز بهم ونعتز بانتمائنا لهذه المدرسة التي أنجبت هؤلاء الشباب في مقتبل العمر، تركوا كل ملذات الحياة لأجل أن يسجلوا في هذه الصفحة من التاريخ
أننا لن نركع إلا لله. هذا الشعار لكل الشيعة وبالخصوص في منطقتنا بالخليج، أردنا أن نثبت بأننا كبقية شيعة أمير المؤمنين كما هي في إيران، كما هم في لبنان، كما هم في العراق، أن شيعة الخليج ما زالوا على درب أهل البيت، ما زالوا متمسكين بمدرسة وثقافة أهل البيت. لن نركع إلا لله، لن نقبل بالذل أبدا، لن نساوم على كرامتنا، لن نساوم على عزتنا. هذه هي التجارة، هذه التجارة تدفع الإنسان لكي يتجاوز عن كل مصالحه الشخصية، هذه التجارة تدفع الإنسان للشعور بالمسؤولية، ليس اتجاه نفسه وعائلته بل اتجاه مجتمعه، اتجاه المظلومين والمستضعفين سواء في منطقتنا أو في كل مناطق العالم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن نتمنى وندعو الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يمهدون لظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وندافع عن المستضعفين في كل العالم. هذه التجارة تنمي، التجارة مع الله تنمي في الإنسان روح التضحية والإيثار، روح المبادرة والإقدام، روح التعاون والإنسجام ورفض التناحر والاختلاف. هذه التجارة مع الله تخلق في الإنسان الطمأنينة والاستمرار، وتمنحه قوة الاستقامة ومواجهة المصاعب والابتلاءات. الإيمان بوعد الله والإيمان بالثقة بنصر الله هي من ثمار هذه التجارة، التجارة مع الله. لا بد من قطع الأمل بوعود كل القوى الأجنبية والخارجية، تجربة البحرين وشعب البحرين وثوار البحرين ماثلة أمام أعيننا، تجارب الشعوب الأخرى أيضا زادتنا يقينا بأن من يتكل على القوى الخارجية في تخليصه من الظلم، في تخليصه من سلب حقوقه، لن يصل إلى نتيجة فهي سراب. ومن اعتمد على الله ووثق بنصر الله استطاع أن يصل. هذا الإيمان وهذا الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، هذا ما أثبته شعب البحرين اليوم، هذا ما أثبته شباب البحرين اليوم. كل الوعود وكل الأمل الذي كان يعقد على تدخل القوى الأجنبية وعلى القوى الغربية، أمريكا وبريطانيا، لتخليص شعب البحرين أو لإعطائه حقوقه، ذهبت سرابا. لم يبقى إلا ذاك الأمل بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد على إرادة وعزم هؤلاء الشباب وهؤلاء الثوار الذين سطروا بالأمس ملحمة تاريخية في الدفاع عن رمز من رموز التشيع، سماحة الشيخ عيسى قاسم. إذن هذه التجربة تزيدنا يقينا بأن كل الاحتمالات للتعويل على الخارج لإنقاذنا باءت وراء ظهورنا. ما علينا إلا أن نعمق علاقتنا بالله ويزداد إيماننا ويقيننا بالله وبوعده وبنصره. نعم نحن الفئة القليلة، نعم نحن الفئة الأقل إعدادا وعدة، ولكن الله معنا، ولكن الله سوف ينصرنا. ليس من الضروري أن ندرك النصر المادي، ولكن النصر أننا انتصرنا على أنفسنا وانتصرنا على الظلم بمواقفنا. الإمام الحسين لم ينتصر على يزيد في الميدان، ولكن انتصر بدمه على السيف، انتصر بقيمه ومبادئه، فلهذا خلده التاريخ. تلك المواقف هي نفس المواقف، خلود الإنسان بمواقفه، بثباته، بصبره، بتضحيته في سبيل الدفاع عن تلك القيم الإلهية
الاعتماد على القوى الغير الإلهية هي أول عامل من عوامل الفشل والهزيمة، والاعتماد على القوى الإلهية هو سبيل النجاح اليوم أو غدا أو في المستقبل. نحن علينا أن ننهض، علينا أن نثور، علينا أن نصمد في وجه الظلم حتى يكون عبرة لكل الظالمين. في اليمن أتكلم عن العوامية، ما يحدث في العوامية لا يختلف كثيرا عما يختلف في البحر، ما يحدث في البحرين وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا. صمود الشباب هناك في العوامية يسجلون صفحة جديدة في تاريخ التشيع وأبناء مدرسة أهل البيت. رغم كل الوعود المتعجرفة والعنجهية في النظام آل سعود في التهديد بقتل هؤلاء الشباب، ولكن هؤلاء الشباب صمدوا وبقوا في الميدان ولن يتركوا الميدان. طلب منهم أن يرفعوا الرايات البيضاء، وهيهات لأبناء العوامية وأبناء من تعلموا على يد الشيخ النمر والذين تربوا في مدرسة الإمام الحسين أن يرفعوا الراية البيضاء. ليس هو استسلاما وليس هو عدم قبول بالواقع، ولكن عندما رأوا أن النظام السعودي يسعى لإذلال الشعب وكسر إرادة المواطنين وسلب حقوقهم، لم يبقى لهؤلاء الشباب عندما يواجهون وهم يرفعون شعارات سلمية للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بحقوقهم، يواجهون بالرصاص قتلا متعمدا. ذكرت أنا هذا سابقا، في بقية الأماكن يطلق النار في أسفل الأرجل حتى يصاب المتظاهرين، لكن في العوامية تتعمد القوى الأمنية بإطلاق النار على صدور الشباب وعلى رؤوسهم، يريدوهم قتلا، يريدون إرهابهم، يريدون إرغامهم، يريدونهم أن يتخلون عن تلك الشعارات وهيهات. وهذا ما حدث فعلا، وسيبقى شباب العوامية وشيعة أهل البيت بإذن الله صامدون حتى آخر قطرة دم. من باب من وحي المناسبة حتى نعرف بأن النظام آل سعود لا يعرف الرحمة ولا يعرف أسلوب المنطق والحوار والحقوق الإنسانية والحقوق القانونية. في اليمن أطلقوا شعار عاصفة الحزم لإجبار الشعب اليمني للنزول عند إرادة آل سعود، فسقطت العاصفة بفشل ذريع. ثم رفعوا شعار إعادة الأمل للشعب اليمني هروبا من فشلهم في العاصفة، فقاموا بتدمير اليمن ولم يسلم المسجد والمدرسة والمستوصف والمستشفى ومجالس العزاء وقوافل المساعدات من القصف السعودي الأمريكي، وقتلوا الأطفال والنساء ولم يسلم لا الحجر ولا المدر ولا الإنسان. فقد آل سعود أمله في إعادة القرار السياسي في اليمن إلى الرياض، فحافظ الشعب اليمني على حريته واستقلاله بماذا؟ بالتوكل على الله وثقتهم بنصر الله وعزيمتهم الراسخة، رغم أنهم حفاة عراة لا يحملون إلا سلاحا صغيرا وفرديا، ولكنهم بإرادتهم كسروا إرادة النظام السعودي في اليمن. صمود العوامية وشباب العوامية ورجالها في وجه الحملة الأمنية التي تستهدف إرادة الأحرار هو السبيل الوحيد لنيل الحقوق. هذا أنا حسب تشخيص، لا يوجد طريق آخر في حصول على حقوقنا في الجزيرة، في شبه الجزيرة العربية وفي العوامية، إلا باتخاذ مواقف صامدة حتى وإن استدعى ذلك تضحية الشباب بأرواحهم. النظام السعودي لا يعرف هذه اللغة، اللغة إنه الحوار كما قلنا، المنطق، النزول عند رغبة الشعب ومطالبه وحواره، معالجة القضايا معالجة غير أمنية أبدا،
ما يحدث في البحرين هذا نموذج كبير في معالجتهم لقضاياهم في المنطقة، وما حدث بالأمس بعد مجيء ترامب أكبر شاهد على ذلك. إنهم رفعوا لغة التصعيد ليس لمواجهة إيران فقط، إيران وضعوها عنوانا، وإنما المستهدف الرئيسي هو التشيع والفكر الشيعي ومدرسة أهل البيت. النظام السعودي في المنطقة يرتكز في سياسته على الجانب العقائدي أيضا، هناك حقد دفين لديه بعناوين سياسية وغير سياسية للقضاء على الفكر الشيعي والفكر التشيع في المنطقة بل وفي العالم الإسلامي. على النظام السعودي إعادة النظر في سياسته اتجاه المنطقة واتجاه الشيعة وإعطائهم حقوقهم والإفراج عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي، هذا إذا أرادوا فعلا معالجة هذه الموضوع معالجات غير أمنية، وبالتالي سوف يقبل الشباب بإنزال السلاح وعدم المواجهة، وإلا بدون هذه الأمور لن يقف الشباب مكتوفي الأيدي يقتلون كما تقتل النعاج أبدا. فذريعة الإنماء وإعادة الإعمار في العوامية وفي حي المنسورة لن تنطلي على المواطنين رغم كل الأبواق الإعلامية. شعبنا وشبابنا في العوامية لا يريد الخروج على القانون ولا يريد مواجهة القوى الأمنية، ولكن إذا أراد النظام أن يذل شعبه ويهدده بالموت والقتل فلن يقف الشباب مكتوفي الأيدي، سيدافعون عن كرامتهم وعزتهم وحقوقهم ولن يقبلوا الركوع لغير الله. فحياتنا في الذل هي الموت البطيء، وموتنا في العز هو الحياة والكرامة. في الظروف الصعبة التي نعيشها نحتاج إلى مواقف شجاعة، إلى مواقف بطولية. هذه المواقف تحتاج إلى رجال بمعنى الكلمة. هؤلاء الشباب الذين وقفوا صامدون أمام منزل سماحة الشيخ عيسى قاسم هم رجال بمعنى الكلمة، ينطبق عليهم تلك الآية القرآنية: رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذه ينطبق على شباب العوامية إن شاء الله، سوف يبقون صامدون إلى آخر قطرة دم. إن هؤلاء الرجال الصامدون في العوامية وفي البحرين يسطرون مواقف بطولية سيدونها التاريخ، وستبقى أسماؤهم خالدة بخلود مواقفهم الإلهية دفاعا عن القيم والمبادئ الربانية. فهنيئا لهم هذا الفوز العظيم، وهنيئا لهم وسام الشهادة، وإن شاء الله على دربهم سائرون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.